بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله أبنائي طلاب الصف الثاني عشر. اليوم أبنائي الكرام معنا الدرس الثالث في مجال الحديث الشريف وعلومه، وهو بعنوان صفات الأولياء الصالحين. الدرس الماضي أبنائي كان بعنوان الوضع في الحديث الشريف، الوضع يعني الحديث الموضوع، وتعرفنا على ما هو الحديث الموضوع، قلنا هو الحديث الذي يختلقه الكذابون، يعني يؤلفه وينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم افتراء عليه، وقلنا هذا من الأمور ومن الكبائر، الذي يعني يقول حديثا أو يؤلف حديثا ثم يقول هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الكبائر. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وتكلمنا على كيف عرف العلماء بالحديث الموضوع، وقلنا أنهم تعرفوا عليه إما بإقرار الواضع بوضعه أو اشتهاره بالكذب أو غير ذلك. ثم العنصر الذي يلي في الدرس الماضي كان عن لماذا وضع هؤلاء الوضاعون هذه الأحاديث، فمنهم من وضعها تقربا إلى الله ظنا منه أنه بذلك يتقرب إلى الله فيؤلف أحاديث عن الصلاة أو عن بر الوالدين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قالها، أو انتصارا للمذهب أو للطائفة أو لأي أمر أو للقبيلة أو ما شابه. أيضا ممن الوضاعين مثلا مثل الزنادقة، الزنادقة الذين أرادوا تشويه الإسلام وكأنهم مسلمون ثم ينسبون أحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. اليوم أبنائي الكرام سنتكلم على درس هام من الدروس، وهو الدرس الثالث من دروس الحديث الشريف وعلومه، وهو عن صفات الأولياء الصالحين. عن صفات الأولياء الصالحين نبدأ في الدرس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. الغاية التي من أجلها خلق البشر أو خلق الله تعالى البشر، ما خلقنا الله عز وجل لنأكل ولنشرب ولننام، وهكذا حياتنا عبثية، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ لا، إنما خلقنا لأمر عظيم هام وهو العبادة، عبادته عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فمن كانت العبادة منهج حياته فقد أصبح وليا لله تعالى، يستحق النصرة والتأييد لله. هذا مدخل للدرس، لأنه سنتكلم اليوم عن صفات أولياء الله الصالحين. أبناء الكرام، من هو الولي ومن يعبد الله على منهج الله عز وجل فهو من أوليائه عز وجل. اليوم درسنا أبنائي الكرام يا أيها الطالب النبيه يتحدث عن حديث رواه أبو هريرة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا يعتبر حديث قدسي، القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله. قال: من عادى لي وليا، اللي يحارب أولياء الله، فقد آذنته بالحرب، أعلمته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني أفضل شيء يتقرب العبد به إلى ربه الفرائض، الفرائض، الصلاة فرض، فيبدأ بالصلوات الخمس، الزكاة فرض، الصوم فرض، رمضان، ثم بعد ذلك بعد أن يعني يأتي بالفروض يبدأ بالنوافل. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني من يريد محبة الله تعالى له فعليه بعد الفرائض بالنوافل. فإذا أحبك الله، انظر، ملك الملوك، جبار السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، تخيل يحبك. اللهم اجعلنا ممن تحب وممن نحب يا الله. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لن نبدأ نشرح هذا الحديث لأنه اليوم درسنا عن هذا الحديث. راوي الحديث هو أبو هريرة الصحابي الكريم رضي الله تعالى عنه. ماذا تعرف ابني الكريم طلابي الأعزاء، ماذا تعرفون عن راوي الحديث الشريف الذي اسمه أبو هريرة وهو من الصحابة الكرام، أكثر من روى أحاديث عن رسول صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة؟ نتعرف عليه. هو اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي،
كان يكنى ينادى بأبي هريرة. ليش؟ قالوا لأنه كانت له هرة صغيرة يعطف عليها، يضعها في الليل في الشجر وفي النهار يحملها معه. أسلم في السنة السابعة للهجرة، ثم لازم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أكثر من الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كان أعلم الصحابة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، اتصف بالورع والزهد. الورع الخشية والخوف من الله، الزهد عن الدنيا، ما يريد الدنيا. فقد انقطع إلى العبادة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عريف أهل الصف، يعني المقدم، يعني لمن يتكلم مع الرسول غير ذلك. توفي رضي الله عنه بالمدينة سنة 57 للهجرة، ودفن بالبقيع في المدينة وعمره 78 عاما. هذا هو باختصار عن راوي الحديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. نتعرف على معاني الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب إلى آخر ذلك. الولي، من هو الولي؟ إذا قلنا هذا من أولياء الله بالتعريف العام، هو القريب من الله تعالى باتباع أوامره واجتناب نواهيه. ما معنى الولي؟ أنه يتبع أمر الله ويجتنب نواهيه. من عادى لي وليا، عادى يعني اتخذه عدوا، يعني بعض الناس يحارب أولياء الله، يحارب العلماء الصالحين، يحارب الناس الطيبين وهكذا. فقد آذنته بالحرب، يعني الله وكأنه يقول أنا علمتك أني راح أحاربك، لماذا تعادي وتتخذ أولياء الله الصالحين أعداء؟ ثم تكملة الحديث: وما يتقرب إلي، يعني العبد عندما يتقرب إلى الله بالفروض ثم النوافل، هذا معنى العبد حتى يصل بالإيمان والإحسان. قال: وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه. لأعيذنه ما معنى؟ أني عندما نقول قل أعوذ برب الفلق، يعني ألتجئ وأحتمي. فالإعاذة والاستعاذة مما يخاف هي طلب النجاة من المخلوق. العنصر التالي أبناء الكرام عن عد صفات الأولياء الصالحين: لو أسأل واحد منكم تريد أن تكون من أولياء الله الصالحين؟ بالتأكيد ستقول بإذن الله، لأن الله ذكر أحبابه في القرآن هؤلاء، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني كل مسلم يتمنى أن يكون من أولياء الله الصالحين، فنسأل من الله أن نكون من هؤلاء يا رب العالمين. إذن إذا أنت تريد أن تكون من أولياء الصالحين، الزم بصفاتهم. فأولا إخلاصهم لله تعالى، فهم مخلصون لله تعالى، لا يعملون العمل إلا من أجله. اقتداؤهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهو المبلغ عن الله، يحبون في الله ويبغضون في الله. أنا ما أكره إنسانا إلا لعمله السيء، لا أكره لشخصه إنما لعمله. يحبون في الله من أجل الله عز وجل، لا من أجل مصلحة دنيوية زائلة. سلامة صدورهم من الغل والحسد والبغض، هذه مسألة مهمة. ما يحمل قلبه الغل على الناس أو يحقد أو الحسد أو البغض. حرصهم على أداء الفرائض، أول شيء نبدأ بالفريضة. ما ينفع واحد يصلي قيام الليل ويترك صلاة الفجر، فابدأ بالفرائض ثم النوافل. يدعون إلى الخير وينهون عن الشر، يأمرون بالمعروف وهكذا، يحتكمون إلى كتاب الله والسنة عند التنازل. كيف بعد أن ذكرنا صفات أولياء الله الصالحين، كيف أن الله يوالي هذا الولي الصالح؟ يعني إذا الله عز وجل والى وأصبح هذا المسلم أو هذا الرجل أو أيا كان، يعني أصبح وليا من أولياء الله، فإذا التزم العبد الصالح بالفرائض واستزاد بالنوافل، فإن الله تعالى يجزيه المحبة. يعني تخيل لو أقول لك ملك من الملوك الأرض أو غني من أغنياء العالم الكبار يحبك، يعني ما تريده من يعطيك، فما بالك بالله خالق الكون، مالك الملك، مالك الملوك. فإذا أحبك الله فلا تسمع إلا الخير، ولا ترى إلا ما يرضي الله تعالى، ولا تفعل إلا الخير. معي أبناء الكرام؟ ودعائك يستجيب لك الله عز وجل. بعض الناس يقول لك أنا ما أدعو، راجع هل أنت تلتزم بأمر الله؟ لذلك قال الرسول: وإن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. أما من يعادي أولياء الله، لأن بعض الناس يعني مهمته في الحياة أن يحارب الناس الصالحين والعلماء والأهل الخير، فالذي يحاربهم فالله قد أعلن عليه الحرب، فسينصر أولياء، لأن معاداة أولياء الله يعد من كبائر الذنوب كما ورد في الحديث. إذن أبنائي الكرام وطلابي طلاب الصف الثاني عشر، ما واجبنا تجاه الأولياء الصالحين؟ هؤلاء اللي نحسبهم على خير وكذا، محبتهم فلا نبغضهم، حتى لو وقعت بينه وبينهم خصومة. يعني إذا إنسان، يعني لأنه يحصل، هؤلاء ليسوا ملائكة، قد يحصل بين الناس يعني المشاكل أو ما شابه، لكن لا يبغضهم
ولذلك في مثال على الصحابة وقعت خصومة بين أبي بكر وعمر وعلي بن أبي طالب بن عباس، يعني هذا يحصل بين الناس، لكن لا نحقد، لا نحسد، لا نجعل الأمر أكبر مما يستحق، فإذا حصل غلط نرجع. فكانت قلوبهم عامرة بالأخوة الإيمانية التي تجمعهم. العنصر الذي تشاهدونه على الشاشة، ما النوافل التي ترفع العبد عند ربه؟ أنت تريد بعد أن حافظت على الفرائض، الصلوات، الزكاة، الصيام، الحج، كل ما أمر الله به، بر الوالدين، هذه فروض. النوافل، لو أنت تريد أن ترتفع عند الله عز وجل فعليك بالنوافل. النوافل هي جمع نافل، يعني هي الزيادة على ما أمر الله به لكن فيها الأجر العظيم. فمثلا من الصلوات صلاة القيام في رمضان وغير ذلك، حتى في طوال السنة تراويح، السنن التي تأتي يعني بعد الصلوات والسنن الراتبة، والضحى، صلاة الضحى وصلاة الوتر. مثلا في الصيام، صيام التطوع، صيام يوم الاثنين، الخميس، وأيام البيض، صيام يوم عرفة، وصيام 6 من شوال. في باب الصدق الزكاة، بعده الصدقات والهبات. في باب الحج، الحج عليك فرض مرة واحدة في العمر، لكن إن وفقك الله للحج أكثر من مرة متطوعا والعمرة أكثر من مرة هذا أمر عظيم. أي فعل خير أو كل خير يبتغي به وجه الله عز وجل فهذا من النوافل. إذن وصلنا أبناء الكرام إلى الحقائق وملخص الدرس، فقلنا أن صفات أولياء الله الصالحين من صفاتهم هو إخلاصهم لله تعالى واقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على الفرائض واستزادتهم بالنوافل غير ذلك. قلنا أن الولي هو الذي يكون قريبا من الله عز وجل فيتبع أوامر الله ويبتعد عن النواهي، وإذا التزم العبد الصالح بالفرائض واستزاد بالنوافل فإن الله يجزيه المحبة، يعني يحبك الله. من يعادي أولياء الله فإن الله تعالى يعلن عليهم الحرب وينصر أولياءه. واجبنا نحو أولياء الله الصالحين نحبهم لا نبغضهم إلى آخر ذلك، ننصرهم. إذا القيمة اليوم محبة أولياء الله الصالحين، المظهر السلوكي أحب الأولياء الصالحين ولا أبغضهم، أكثر من النوافل لأنال محبة الله تعالى. نراجع قليلا، أثبت الحديث الشريف أن الولاية لله وحده، أوامر الله نوعان، فرائض ونوافل. كلما اقترب المسلم من الله تعالى بالطاعات كلما اقترب من صفات الأولياء الصالحين. السؤال الفاضل بين الأعمال والطاعات في الجدول الآتي، مفرقا بين ما يجب فعله وما يستحب، في أمور واجب أنك تسويها وفي أمور مستحب. يلا شباب قبل أن نجيب الحل، صلاة القيام هل هي واجبة أم مستحبة؟ صلاة العشاء صح. إذا ما يجب فعله مثل صلاة العشاء، ما يستحب صلاة القيام، ما يجب فعله مثل الزكاة، ما يستحب فعله مثل صيام الاثنين، ما يجب فعله مثل صيام رمضان، وما يستحب فعله مثل الاعتكاف في المسجد. اختر المكمل الصحيح، من هو الولي؟ هو من كثر فرائضه. يزيد قرب الولي لربه بزيادة الطاعات والنوافل. معاداة الأولياء الصالحين من كبائر الذنوب إذا كانت الخصومة فيها بغض وكره، يعني أنا قد يحصل بيني وبين جاري وبين إنسان يعني أحد إخواني أحد أصحابي يعني خصومة يحصل، لكن لا أبغض، لا أكره، لا أحقد إلى آخر ذلك. صفات الأولياء الصالحين اللي ذكرناها، إخلاصهم لله، اقتداءهم بالنبي، يحبون في الله، سلامة صدورهم من الحسد والغل، حرصهم على أداء الفرائض والنوافل إلى غير ذلك. ما الآثار الإيجابية على زيادة التقرب لله؟ كلما تقرب العبد إلى الله فالله يحبه، فإذا أحبك الله لا تسمع إلا الخير، لا ترى إلا ما يرضي الله، دعائك مستجاب، الله يعيذك من أي شيء يأتيك إلى آخر ذلك. إن شاء الله أبناء الكرام أنه فهمنا درسنا اليوم، وهو كان الدرس الثالث من دروس الحديث الشريف وعلومه، وكان بعنوان صفات الأولياء الله الصالحين، الحديث الذي روى أبو هريرة، من عادى لي وليا، نسأل الله أن نكون من أولياء الله الصالحين وأن نحب من أحبهم الله عز وجل، نسأله حبه وحب كل عمل يقربنا لحبه. بارك الله فيكم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.